مرحبا شباب، هذا الفيديو الثاني اللي يخص ترويض هاي الطائرة الغرابية اللي شفتوها في فيديو سابق. طبعا اليوم هواي أهدأ هي اللي تخلينا نتقرب هواي من عندها، وهذا الشيء بفضل التدريب السريع لها بهذا القفص خلاها تكون مقيدة بحركتها. والسبب الثاني الاكل، الخلطه السحريه اللي انا مسويها للافراخ والبلاب الكبار اللي ناشفه نقدمها للكبار، بس انا ايش سويت؟ قدمتها لينه عجينه لهاي الطيره حتى تتذوق طعمها وسهل هضمها يصير. طبعا الخلطه مثل ما تعرفون انا شارحها في فيديو سابق، عباره عن سيريلاك بالفواكه، عباره عن بلتس وسميد وبروتين وشوفان. طبعا تعرفون السيريلاك طعمه كلش طيب، احنا البشر نحبه دائما من اذا نتذوقه للحلال اللي بيه وطعم الفواكه يعني نكهه بيه كلش طيبه. فهنا الطيور من تتذوقه تتعلق بطعمه، فهي هاي ربطه وجودي بوجود هذا الطعم الطيب. وهسه راح تشوفون، راح انطيها شويه من عندي. طبعا هي مجرد ان تشوف الكوب اللي اسوي بيه الخطة تعرف هذا الشيء. انتبهوا شوفوا الحركة مالتها، خليها هسه ننطيها لحظة. شوفوا الاشتياق للطعم، شوفوا شلون قامت تتقرب تاكل من ايديا كل لطف. ومو بس هي طبعا، كل البلابل. هذا تايسون، شوف تايسون من بعيد بس يشوفني جاي وبدأ الاكل. مو تقولون مجوعة يعني، اذا تشوفون التمر هذاك وهاي الخلطة مالته الناشفة، طبعا تفاحته هو موقعها. شوفوا شلون يحب الخلطة. هذا عندنا بلبل ثاني هم نفس الحالة، هذا من بعيد بعض. نفس الحالة طبعا تقولون هذا اكله كامل مكمل تمرة وغيره. هذا هم نفس الحالة، شوف كل البلابل هيجي، حتى نوكيا. يعني الطعم بهاي الخلطة طعم مميز كلش، بحيث يخلي البلابل تفقد وتتقرب عليك سريع كلش. هنا صار عندنا تعلم شرطي بيننا وبين الطير، انه وجودنا بوجود هذا الطعم الطيب راح يربطن وجودنا وياه، وراح يكون الطير قريب من يمك او يسوي لك حركات او يلعب لعبات حتى بس تطيه هذا الاكل المميز اللي له فد طعم عند الطيور. إن شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.